هكلمكم النهارده عن لو انا عندي حاله دايبيتك ومعاها كبده. احنا اتفقنا ان الكاتاراكت بيزيد مع الدايبيتس، تمام؟ بس الكاتاراكت في حالات الدايبيتك ليه سيتويشنز مهمه جدا لازم نفكر فيها لما تقابلنا الحاله دي. اول حاجه، هل الكاتاراكت ده دنس ولا مش دنس؟ يعني انا اقدر اشوف الفندس ولا مش قادر؟ لو انا قادر اشوف الفندس بتاع العيان ده يبقى انا هلاقي حاجه من اثنين، يا اما العيان ده ما عندوش دايابيتك تشينجز او ان بي دي ار او اللي هو نون دايابيتك دايابيتك تشينجز، تمام؟ في الحاله دي انا هجو فور كاتراكت سيرجري عادي، تمام؟ طب لو العيان ده ممكن يبقى عنده بي دي ار، ساعتها هيبقى عندي حاجتين، يا اما ان انا اعرف اعمل ليزر، يعني اعرف اعمل بي ار بي، فخلاص انا هعمل البي ار بي كويس واستنى لحد ما النيوفلنت يحصل لها ريجريشن وبعدين اعمل الكاتراكت سيرجري. طب انا مش عارف اعمل ليزر، مش قادر اعمل ليزر، يبقى هعمل ايه؟ ساعتها هعمل الكاتراكت مع الحجم، علشان احنا اتفقنا ان لو انا عملت الكاتراكت والعيان ده عنده دي دي ار، النيو الفيجيف ده هيطلع في الاي سي فيعمل لي نيو فيزر على ايرس وممكن يؤدي للنيو ماسكر كلوكوما. خلاص؟ فهعمل الكاتراكت مع الانجكشن، وعلى طول بعد اسبوعين اول ما تبقى الدنيا كبير واقدر اعمل الليزر اقوم عامل له بي ار بي. تمام؟ طب العيان ده كان عنده ماكلر اديما وصورته بالاو سي تي، ساعتها هعمل له الكاتراكت مع انترافيكريال انجكشن. خلاص؟ تمام كده؟ طيب النوع الثاني انا مش عارف اشوف الفندس، فساعتها هعمل ايه؟ قدامي حل من اثنين، يا اما انا هبص، طبعا مش قادر اشوف الفندس يعني انا هعمل الترا ساوند. طبعا في حاجه بس مهمه، لو العيان ده اصلا عنده تراكشن ريتنال اتاتشمنت ساعتها انا هعمل له فيكو مع فيتريكتومي. طيب انا مش قادر اشوف الفندس، عملت الترا ساوند، لقيت الالترا ساوند دي فيها فيتريس هيموريدج او تراكشنال ريتنال ديتاتشمنت، العيان ده هعمل له فيكو فيتريكتومي. طيب عملت الالترا ساوند وما لقيتش حاجه وانا كده كده مش شايف الفندس، هيبقى عندي حلين. اول حل ان انا اقيم العين اللي انا مش شايفها دي عن طريق الفيو بتاع العين الثانيه واخد ديشن على اساسه واشتغل، خلاص انا شايف العيان دي ان بي دي ار، ففي الاغلب ان شاء الله العيان ده ان بي دي ار، وبعمل الكاتاراكت واتابعه بعد العمليه على طول علشان اشوف اعمل جريدنج للدايبيتك ترومبسي وساعتها اتصرف على اساسها. او لو ان انا عايز اخد الجنب الاحوط هو ان انا اعمل الكاتاراكت مع الانترافيتريال انجكشن. هي دي اللي بفكر فيها لما اعمل عيان دايبيتك ديتينوباسي وعنده كاتاراكت. في حاجات طبعا تحديات بتقابلنا في عيان الدايبيتك ديتينوباسي لما اجي اعمل له كاتاراكت، زي البور بيبيلاري دايليتيشن، ودي لها حاجات كتير جدا ممكن نبقى نشرحها في الفيكو بعد كده، تمام؟ والحاجه الثانيه ان لما اجي اقسم النيوكليس بتبقى التقسيم بتاعتها صعبه شويه علشان الفايبرز بتاعت الكاتاراكت في العيان الدايبيتك بتبقى لازقه في بعضها قوي مش بتتقسم بسهوله. خلاص؟ وفي كل الاحيان بعد ما بعمل الكاتاراكت لازم اعيد تقييم الدايابيتيك ايتينوباسي تاني علشان لو في حاجه مست مني قبل العمليه اقدر اعالجها.